بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنا عن إطلاق بطولة الموي تاي العربية 2019 بمشاركة 16 دولة ومشاركة أكثر عن 100 لاعب فيها، وأيضا استضاف حكام دوليين وحكام عرب مع حكام محليين إن شاء الله لتطوير مستويات الحكام جميعا. راح تكون إن شاء الله البطولة في مبادلة أرينا من تاريخ 10 إلى تاريخ 13. راح تكون منافسات من دور 16 في أول يوم حتى النهائيات إن شاء الله، وراح يتم إن شاء الله هناك حفل افتتاح ودعوة مفتوحة للجمهور الحضور، وراح يكون هناك أيضا هناك حفل ختام إن شاء الله. ونشكر جميع الحضور على الشكر. أولا كان هني الدولة الإمارات لاحتضان هذا العرس الرياضي العربي الكبير، ولأول مرة 16 دولة عربية تتنافس على بطولة العربية للمواي تاي، لأن الآن الحمد لله رياضة المواي تاي أصبحت من الرياضات التي تكون إن شاء الله أولمبية، وإحنا الهدف لنا كالاتحاد العربي وكالاتحادات والجامعات العربية باش نخلقوا إن شاء الله مستقبلا بطل عربي لكي يحمل المشعل الأولمبي، وبهذه المنافسات العربية بها غادي تكون واحد القوة لخلق بطل حقيقي عربي اللي باش يكون إن شاء الله دولي وعالمي. الحمد لله لا خوف، لأن الإمارات أصبحت من الدول اللي عندها خبرة في تنظيم لقاءات وبطولات في جميع الأنواع الرياضية، والإخوان رئيس الاتحاد العربي والمدير الإداري طارق نهيري وسيد نادو عندهم الآن الحمد لله خبرة لصنع ولتكوين ولتنظيم هذه البطولات، لأن مش سهلة، ولكن الحمد لله بالإمكانيات أصبحت اليوم هذه الدول العربية كلها اللي حاضرة من نفقات للسفر والإقامة، وهذا كيزيد يدعم باش تكون واحد ثقة كاملة، وباش الهدف ديالنا هو كما قلت يكون هذا العرس في مستوى عالي رياضي عربي، لأن غادي نتنقل في جميع القنوات المحلية العربية أو الدولية، وحتى المتابعة الرسمية ديال الاتحاد الدولي إفما، هذا جد مهم جدا لأن هذه البطولة عندها الآن مكانة ديالها داخل الاتحاد الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من 10 حتى 13 في هذا الشهر هذا ستحتضن صالة أرينا مبادلة بأبو ظبي البطولة العربية رجال وإناث للمواي تاي، وهذه السنة هذه ستكون هناك يعني مشاركة قياسية للدول نظرا ل 15 دولة مشاركة، وكذلك لعدد كبير للاعبين المشاركين في هذه البطولة هذه اللي إلى حد الآن هناك أزيد من 100 لاعب، ويعني ستكون هناك بطولة استثنائية نظرا لأول مرة ستكون هناك مشاركة قياسية بهذا الرقم هذا لسابقتها للبطولة السابقة، والحمد لله أنه هذه السنة هذه ستكون هناك منافسة قوية نظرا للمشاركة ديال الأبطال. هناك يعني الكل كيعرف بأنه دول عربية تتوفر على أبطال عالميين من المغرب، من الأردن، من العراق، من فلسطين، وكذلك دولة الإمارات، والكل كيعرف بأنه منذ سنتين الإمارات يعني حققت نتائج يعني جد جد طيبة في جميع البطولات العالمية، وكذلك البطولات القارية اللي شاركت فيها مؤخرا يعني، وهذا اللي غادي يعطي واحد التنافسية في هذه البطولة هذه، ويعني غيكون هناك احتكاك. والشيء المهم أنه بالأخص الدول ديال الشرق الأوسط، ويعني غادي تكون عندهم استعداد حقيقي للبطولة المقبلة الآسيوية اللي غادي تحتضن ها مدينة أبو ظبي في شهر 12. يعني كمدير فني لهذه البطولة هذه كنتمنى أنه يعني هذه التخمينات هذه تكون صحيحة، وهاد الأبطال العرب يبينوا المستوى ديالهم والجاهزية ديالهم التنافسية، وما نساوش أنه هناك مشاركة كذلك قياسية وقوية للعنصر النسوي. لأول مرة سنصل يعني هناك 5 دول اللي ستشارك غرارا على المشاركات السابقة اللي لم تكن هناك مشاركة قياسية ديال العنصر النسوي، وهذه يعني هذه الأمور هذه كلها غادي تخلي بأنه ستكون إن شاء الله بطولة قوية هنا بمدينة أبو ظبي الرياضية.